الأخت اللي كانت معانا بنسى اسمها أنا دائما سارة على أنه يقوموا بتزويدنا بأسماء الشركات الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي، وتم هذا الأمر، موجود معنا الآن الأسماء ومصنفين، ويمكن بناء على قراركم اليوم نبدأ التواصل معهم حتى قبل ما نسجل أنفسنا، ما ننتظر لحتى نسجل أنفسنا، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من هاي الشركات ليصبحوا أعضاء في الشبكة. وهدول بهمونا بالذات لأن هم الشركات الكبيرة، ورؤوس أموالها كبيرة وإلها عمل في الداخل والخارج واستثمارات بالداخل والخارج، وهم اللي لازم يكونوا من أول الناس اللي ينضموا للميثاق حرصا على أعمالهم أيضا في الإقليم بالذات وفي العالم بشكل خاص. واليوم أيضا نتفق على كيفية التواصل مع هذه الشركات. هذا تقريبا يعني إذا ما عم بنسى شيء تقريبا هو الأشياء اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين اللي جروا، ومعروض عليكم الآن بعض هاي الأمور، وعلى رأسها في البند رقم 2 الاطلاع على مسودة النظام الأساسي وإقراره، وهذا زي ما ذكرت الأخ علاء هو اللي أخذ زمام المبادرة الأساسية يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا أدري إن كنتم قد اطلعتم على النظام المقترح، أنا شخصيا اطلعت عليه ولا أجد فيه يعني تساؤلات كثيرة، ربما أنه في عندي تساؤل أو تساؤلين، ولكن بفتح النقاش لكم الآن ونبدأ بالأخ مصطفى إذا بحب يضيف أي شيء على الكلام اللي أنا حكيته الآن. شكرا معاليك. بدي أبدأ بس إذا سمحت لي من آخر نقطة إذا أمكن، يمكن نطلب من الأستاذ علاء أنه يعمل لنا زي بريفنج على النظام الأساسي، وعلى الأقل النقاط الأساسية، لأنه من نعرف 90% منه هو عبارة عن الستاندرد بايلوز اللي موجودة في سجل الجمعيات، لكن في هناك أشياء خاصة وقد يكون فيها بعض نسميها محاذير، بس بعض النقاط اللي أثارها الأستاذ علاء عباسي. فبس سمحتوا لي في ملاحظتين أو ثلاثة، وبعدين يمكن علاء بيقدر يعطينا الملخص بناء عليه إذا شفنا أنه في ما في أي أشياء خارج يعني الأطر والقوانين نقدر نكمل فيها. أنا يعني إذا سمحت لي يمكن في راح نشوف how to apply، لأن احنا كنا مرة طلب منا أن نجيب طلب العضوية. طلب العضوية مش موجود as a hard copy. It is something that you have to do online. بس كرم طبعت سكرين شوتس من الويب سايت وتتكلم على تقديم طلب العضوية للبزنس organizations و not business organizations حتى نشوف شو المطلوب. كتير ضروري نعرف بجوز بالمجموعة اللي موجودة الآن معنا مين اللي بيحب يكون عضو في الجلوبال كومباكت انترناشنال اللي مش عضو حاليا، لأنه برضو في لستة موجودة راح تشوفوها بالأعضاء الحاليين من الأردن اللي في الجلوبال كومباكت. في شيء منهم أكتف، في شيء نات كوميونيكيتينج، في شيء نات أكتف، أظن يمكن هيك بيسووا لهم كلاسيفيكيشن. تنتين بس تو كاتيجوريز. فاللي مش أكتف بدنا أو نات كوميونيكيتينج كيف بدنا نعاود نرجعهم وندعيهم، لأنه للأسف بعض منهم مش عمالهم بيحضروا معنا في اجتماعاتنا، بدنا نرجع لهدول يمكن نحكي معهم مباشرة لأنهم أعضاء. وفي مؤسسات الحقيقة كبيرة، يعني أنا بتمنى بعد شوي يمكن نمشي بسرعة بهاي الليستة، مش ليستة كبيرة، حوالي 27-28 اسم، منهم أمانة عمان، منهم مؤسسات أردنية يعني عريقة، اللي بهمنا إنها تكون معنا. فبس إذا نقدر اليوم يمكن كرم تقدر تمرق لنا هيك ورق مين اللي بيحب ينضم حتى نشتغل معهم مباشرة من الزملاء الموجودين، ومين بيحب ينضم للشبكة اللي إحنا فيها، وأنا أتوقع إنه كل واحد موجود أكيد للشبكة المحلية راح يهتم.
لأنه لازم نعملها يمكن طلب عضوية مختلفة بناء على قانون الجمعية، هاي بدها طلب ثاني حتى نبدأ نسيطر شوي على الديتابيس تبعتنا ونتابع التواصل بالطريقة الصحيحة. يمكن هذول الملاحظتين بس كنت حابب أزيدهم على اللي حكى معالي، ويمكن علاء إذا بعرفش معاليك إذا تفضل. طبعا عندك ميكروفون ولا نبعث لك واحد؟ لا والله لا، يفضل يكون في ميكروفون. هاي عشان الله هذا زي ما فضلت، هي هو نموذج الأشياء اللي نركز عليها أو نستفيد من اجتماعنا الآن ونناقش فيها هي مثلاً من أهمها الحياة الأهداف اللي على صفحة 273 عشان نتأكد إنه الحياة الأهداف الشبكة أولاً متفقة مع النطاق العالمي، ثانياً متفقة مع مدرستنا الشبكة والهدف من هذه الشبكة اللي احنا بنبناها ومعترفين ومتفقين على المجتمع. الأمور الثانية أعتقد كمان ضروري نتناقش فيها الآن اللي هي كمان بالنسبة للشروط العضوية وبالنسبة للحساب صفحة 4 وصفحة 5، خصوصا في نقطة ناقشنا فيها أنا والدكتور السبيك هي الشروط العضوية. مين الهيئات أو مين الأشخاص المعنيين أو الشركات أو خلينا نحكي الأشخاص الائتمانيين اللي يكونوا مؤهلين يكونوا أعضاء بهاي الجمعية؟ أعتقد هاي من أحد الأمور الهامة جدا إنه تتفق عليها الآن. باقي الأمور باقي المواد يعني هي أمور معتمدة لأغلب الجمعيات، ممكن انه مثلا ندخل ببعض التفاصيل اللي انتم شايفين من حيث المدن من حيث الاجراءات في مرونه لحد معين، يعني مش ضروري نقيد بهذا النموذج كما هو. في بعض المرونه اللي ممكن احنا مثلا شفنا الشبكه بتحتاج لامور مختلفه ممكن نناقش فيها ايضا ونغيرها. شكرا اخ علاء. طبعا يعني النقاط الأساسية هي اللي حكاها، في طريقتين للنقاش في هذا الموضوع، والطريقة الأطول ولكن برأيي بضيع وقت كتير هو أن ناخدها مادة مادة ونقرأها، والطريقة الثانية إذا في عندكم ملاحظات على أي مادة ناخد الملاحظات ونتفق عليها وندخلها في النص. النقاط الأساسية اللي هي بتصور أنه لازم يعني يكون النقاش حولها، باقي الأمور عبارة عن يعني قضايا إجرائية حتى لو ما اتفقنا عليها 100% الآن ممكن أنها تتعدل يعني في المستقبل على ضوء التجربة. ولكن يعني إذا سمحتوا لي انطلاقا من هذا الكلام أنه ناخذ المادة الثالثة اللي هي أهم من أهم المواد واللي هي الأهداف والغايات. أنا راجعتها من منظور أنه هل تتسق أو تتعارض مع أدبيات الميثاق العالمي ولا لا، ما وجدتش أي تعارض فيها، بالعكس وجدت بأنها يعني بتدعمها وبتأيدها وتتسق معها اتساق جيد. هاي أنا ملاحظتي، بس إذا في أي ملاحظات أخرى موجودة عندكم من تحب أن نسمع لها ونمشي على مبدأ السكوت دلالة الرضا. يعني إذا بعد دقيقة ما حداش رفع إيده بده يحكي بهذا الموضوع بنعتبر انه الرضا حصل نتيجة عملية السكوت. ما عليك.